نعرف ناس الكل اللي صغيراتنا يستعملوا التليفونات يا أمر اللعب وإلى القراية، وفي الموضوع هذا فما مخاوف كبيرة من أثار سلبية عليهم. هذاك علاش فما ضوابط لازم يقوم عليها استعمال التليفون عند صغيراتنا. تحبوا تعرفوا شنو الضوابط هذه وقديش وقت ينجم صغيرنا يستعمل التليفون؟ ما عليكم كان تتابعونا في سكانير. يقول استشاري أول في طب الأطفال الأكاديمي العام في سبيطار في قطر إنه الوقت اللي يعديه صغيرنا شادي التليفون يأثر سلبياً على نمو الدماغ متاعه، ويأثر زادة تعدية وقت طويل مع التليفون وإلا التابلت على مهارات القراءة والكتابة كما التخيل والتحكم العقلي والتنظيم الذاتي، ويأثر زادة على التفاعل الهادف والإيجابي مع عائلته والمعلمين، بالإضافة النقص في النوم ونقص في التركيز وأمراض أخرى كما السمنة وغيرها. ولكن هذا ما يعنيش أنه نحرم صغيراتنا نهائياً من التليفون وإلا التابلت، لكن يلزم نعرفوا كيفاش نتعاملوا مع المشكلة هذه ونعرفوا قديش نخليوا التليفونات عند صغيراتنا. الأطباء ديما يوصيوا أنه الصغار اللي أعمارهم أقل من عامين ما يلزمش يستعملوا التليفونات، والصغار اللي أكبر من عامين ما يلزمش يفوتوا الساعة في النهار. بقية الوقت ينجم صغيرنا يعديه يا إما يقرأ وإلا زادة يعمل الحاجات اللي يحبهم وموهوب فيهم كما المطالعة، الغناء، الرسم وحتى السبور. انت هذه سكانير لليوم. إذا كان عندكم موضوع تحبونا نحكيو فيه تبعثوه هنا على الصفحة الرسمية لإذاعة الحياة فام.